تعال عم صابر دسنك من اللعبة. تعال عم صابر بلعبش، عمالي بحضر اشياء حلوة. يلا تعلم تعال تلعب انا وانت، تعال العب مع سمعة، العب مع اسماعيل. لا تعال انت، تعال سكر الله سكر. لا مبسوط انا، بس مبسوط نلعب انا وانت لعبة زمان. لا لعبة زمان؟ كنا نلعبها. كنت تلعبوا انتوا زمان؟ ولا ايه؟ ايش كنت تلعبوا؟ حجر ورقة مقص. نلعب انا وانت حجر ورقة مقص. واو كنا عن جد لعبة حلوة. طب بينفع بعد ما اخلص هاي؟ لا لا هلا 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 هلا. طيب بتعرف تلعب انت؟ تلعب انا ولا لازم كل شيء انا؟ لا ايه سيدي. طيب يلا 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 حجر ورقة مقص. اوب ولا واحد. حجر ورقة مقص. وبعدين حجر ورقة مقص. 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 انا بعتك سمع انا بعتك يا سلام. شفت بس ضربي عن جد ورقة لعبة خلتني اضحك وكيف سعسان احسن من التليفون. التليفون مضر صراحه يا سيدي، عن جد احسن من التليفون. وهيك الواحد بيكون مبسوط مبسوط وبيضحك وبيحكي مش ضمني هيك ساكت. صح حلو صح لعبه حلوه. في كمان كثير العاب زي هون تبع زمان الطار. في واو في شيء فيه هيك نرمح واشياء. في رياضه. واو عن جد عن جد العاب زمان كثير حلوه. لازم دائما نجربها، نخلي الماما والبابا يلعبونا. وسيدو كمان. شكرا سيدي علمتني احلى لعبه. طب حط لي شحضر حجر ورقة مقص. حجر اذا انتم كمان انبسطتوا وكيفتوا على العاب سيدي وستي تاعون زمان، اكبسوا سبسكرايب.